نروح خبر مهم برضو عن أفريقيا. تحدث الجنوب أفريقي بادرس متوسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن تقديم المغرب ملف استضافة كأس العالم 2030، مهمة دي. وقال متوسيبي في تصريحات المؤتمر الصحفي عبر اجتماع المكتب التنفيذي في القاهرة، ملف المغرب لاستضافة لاستضافة كأس العالم 2030 ترشيح لأفريقيا ككل، للقارة كلها يعني، والقارة تطمح في استضافة كأس العالم مرة أخرى وتابع. هذا شيء مهم بالنسبة لنا جميعا، كانت هناك مناقشات مهمة تخص هذا الأمر ونحن ملتزمون بشدة في ذلك، وأنا متفائل بنجاح أفريقيا في هذه الفعاليات وأثق في أن المغرب يعني هيمثلنا أمام العالم. قال كده نصا كده، أثق في أن المغرب هيمثلنا أمام العالم. بصوا يا جماعة، المغرب هتبقى ملف مشترك مع أسبانيا والبرتغال بالمناسبة، والملف ده له فرصة كبيرة جدا فعلا ل 2030. المعلومات التانية بقى أن ممكن السعودية تخش مع اليونان، ده مش هيحصل، ده خلاص بقى ملف ما مش هيكمل يعني، لكن في البرتغال واسبانيا والمغرب، وده فرصه كويسه، وده اقرب ملف بالمناسبه لتنظيم 2030. فاحنا وده هيبقى تنظيم افريقي اوروبي اهو،